يا باشا يا باشا في ايه يا حاج؟ السلام عليكم. في ايه يا حاج؟ انا مضحك عليا يا باشا. مضحك عليك في ايه يا حاج؟ اتاخد الايباد بتاعي. مين يابا؟ الايباد. الايباد؟ في كلاون. مين ده يابا؟ مين ضربه؟ مين ضرب مين؟ بقول لك اتاخد الايباد بتاعي. اتاخد منك ازاي يا حاج؟ اقول لك يا عم، وانا ماشي في الشارع كده لقيت واحده حلوه قوي. قعدت اتكلم معاها، قلت لها ايه طب ايه اكتبي لي التليفون هنا رقمي عشان اتصل بيك. حلو قوي يا باشا، يا دين الاسلام زي دي احلى من دي بكتير. من دي يا دي بجد؟ بس خلاص كفايه عليك انت مدي لها ايه الايباد بتاعك. بتكتب الرقم، ببص ناحيه الناحيه الثانيه بدير ظهري وببص عليها بص ملح وداب. انا عايز الايباد وعايز حاجتي يا باشا. طب واحنا هروح البلد هتخوني. واحنا نجيبه لك منين يا حاج ده؟ يا باشا مش انت الراجل الكبير بتاع نسوان؟ مش انت الحكومه؟ هنا الحكومه ايه؟ هنجيب لك ايباد يا حاج؟ يعني احنا هندور على ايباد؟ اجيبه كيف يا حاج؟ طب هي حلوه؟ دين الاسلام حلوه قوي قوي يا باشا. طب ما تيجي نروح لها. يلا بينا. الله.